اول مباراه يعني غريبه مع الاولمبي في 25 يناير عيد الشرطه. كان الاولمبي مين بقى؟ البوري، كابتن سكران الله يرحمه، محمود بكر، مصطفى شتا، كابتن بدر عبد الفتاح. انا عيل صغير 17 سنه، ما انا مواليد 53، فسنه 70 17 سنه. دول قامات بقى طبعا، وعز الدين يعقوب وبدر عبد الفتاح وسيد طباخ، وكسبنا 1-0. والمفارقه العجيبه ان انا جبت الجون بيميني، والجون الوحيد اللي جبته بيميني في اول ماتش. احنا متاكدين ان احنا هنجيب كاس مصر، متاكدين. عندنا كنا لعيبه كويسين قوي قوي. بيبو محمود الخطيب جاب جون الاول للاهلي، وبعدين الكابتن شحته صاروخ من كوره العابره للقارات في المقص البعيد على اكرامي 1-1. وانا كان ليا حظ ان انا اجيب جون المكسب في الدقيقه مش 32 كده تقريبا. كوره لا كوره لا، ربنا عايزين نفرح. عارف الكوره دي يعني فكري مرسي بيشوط في الجون، عارف انت لما تشوط في الجون بقوتك والكوره تطلع بالعرض وانت تروح لمسها بصبعك الصغير في الزاويه العكسيه بقى اللي جايه منها، لا كره بقول لك كان حادفها بايديك في المقص البعيد. الكاس يعوز لعيبه يعني ايه بلغه الكوره ايه مخربشه، حاجه مسابقه وقتها صغير وتقدر تخطفها، لكن الدوري مدى طويل، عايز نفس طويل، وعايز 20 لعيب بمستوى او 18 او 16، لا احنا 11. اذا واحد فينا حصل له حاجه يبقى الدنيا مش حلوه. العندليب حبيبنا احنا بنحبه اسكندريه قال، اما قابلته في سنه صفر قال اللي هيكسب كاس مصر هيعزمه عنده في البيت، وفعلا وعمل الحفل في بيته في الجزيره، وكريم وجميل وحاجه الشياكه. لا بص الشياكه، بدله بيضة بقميص اخضر، بص الجمال. واول ما دخل غنى لنا الناجح يرفع ايده. احنا كنا بنحب نعكس الكابتن بوب بصراحه، يعني عشان العمليه تسخن في التقسيمه وفي بتاع، فساعات نلعب ايه فالدنيا كل ما تسخن العمليه كل انت مستواك ما بيزيد وحماسك بيزيد. وبعدين مش الجمهور، في جمهور بيتفرج عليه في التمرين مش له حق ده. الانديه الشعبيه لازم يتحافظ عليها، لازم، ما ينفعش، لازم كل محافظه نادي شعبي جماهيري يتحافظ على النادي ده. كنا بنلعب في الشتاء هنا بنلعب الاهلي، والاهلي ماسكنا 85 دقيقه مش شايفين الكوره، فما جاتلوش كوره خالص، وهي واحده رحت معدي وحاورته في القانون الجديد ياخد كارت احمر، راح مكلبش رجليا. كان طلعت بقاله سنتين عامل عمليه في المانيا وما بيلعبش، كان طلعت ده حته هار، حته لعيب كوره، فاروق جعفر وحسن شحاته كده. فجات البلن وهو كان لسه نازل بقاله 10 دقايق. انا اللي هشوط البلن ومغلوبين 1-0 بجون طاهر ابو زيد. رحت انا واخد الكوره ومديها لطلعت وقلت له جود لك. واخدها وحاططها. وثبت البطل صدها. يعني انا كان نفسي ناخد الدوري لان الجيل بتاعنا فعلا، لكن ما كانش فيه انك تشتري لعيبه او تجيب لعيبه، ال 11 هم مفيش تغيير. المجموعه بتاعتنا كانت مقوماتها ممكن ناخد الدوري لو كان معانا اربعه كمان في مستوانا او خمسه. كانت امنيتي ان انا اهدي الدوري العام لجمهور اسكندريه. والله العظيم انا بسيب الدنيا عشان اتفرج على محمد صلاح. خلاص انتماء. انا فرحان. كلنا محمد صلاح، خلاص. حاجه جميله واخلاق وادب وكل حاجه فيه. ربنا يزيده يا رب.